في جنح الظلام حاول هؤلاء اجتياز الحدود البولندية بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا بعد أن سلبتهم الظروف في بلدانهم أبسط مقومات الحياة، لكن قوات الأمن البولندية تمكنت من اعتقالهم. قرابة 100 مهاجر كانوا يفترشون الغابات في المنطقة الحدودية الفاصلة بين بيلاروس وبولندا، فاستغلوا الظلام وحاولوا كسر السياج الشائك بين البلدين، لكن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد، فباءت محاولاتهم بالفشل. عملية الاعتقال هذه لم تنهي مشهد تكدس المهاجرين على الحدود، فغيرهم الآلاف ينتظرون فرصة لاجتياز الحدود البيلاروسية البولندية، وغيرهم يتكدسون على الحدود الليتوانية البولندية، يحملون أحلاماً مشابهة للعبور إلى بر الأمان. الاتحاد الأوروبي يتهم بيلاروس باستخدام المهاجرين ورقة ضغط على الاتحاد لوضعه أمام خيارين، أما إغراق دول الاتحاد بالمهاجرين غير النظاميين أو رفع العقوبات المفروضة على بيلاروس من قبل الاتحاد. لكن مينسك رفضت هذه الاتهامات، معلنة انطلاق مباحثات مع الاتحاد بشأن أزمة المهاجرين. عدد من الدول التي تعاني مشاكل أمنية واقتصادية مضطر رعاياها لخوض رحلة المجهول تلك، قررت المساعدة في حل أزمة المهاجرين دون التطرق إلى إيجاد حلول للمشاكل التي اضطرت هؤلاء للجوء إلى هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر. العراق أعلن عن تسيير رحلات خاصة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، أما لبنان فقد وضعت قيوداً إضافية للسفر إلى بيلاروس. إجراءات لن تغير من أزمة الهجرة، فالمهاجرون أصبحوا يسلكون طرقاً متعددة هرباً من الموت والحرمان. فاتن يوسف، تي آر تي عربي.